ودعت الجزائرية أمينة حايس دورة الألعاب الأولمبية في رياضة الكانوي كايك من الدور الربع النهائي بعد احتلالها المركز الثامن والأخير في السلسلة الثالثة بعدما قطعت مسافة السباق المقدر ب 200 متر في توقيت قدره 49 ثانية و 41 جزءا من المئة على أن تدخل منافسة 500 متر يوم الأربعاء المقبل.